مش بننكر دور القوات المسلحة اللي قامت بيه قبل كده. ليه؟ جميل. دور القوات المسلحة كان يعني احنا من ضمن عندنا حوالي اكتر مثلا من 7000 قرار علاج على نفقة الدولة كان جابته القوات المسلحة المصرية للقبائل في سيناء وفي مطروح وفي حلايب وشلاتين وفي الوادي الجديد وفي البحر الاحمر. ده كل احنا مش بننكره، بل احنا عايزين الفترة اللي جاية ديت يكون فيه يعني جهد اكبر من كده بشوية. ولذلك لما احنا يعني عملنا المجلس القومي لشؤون القبائل، احنا عاملينه ليه؟ على اساس برضه ان احنا نحصر المشاكل بتاعتنا. مشاكل بتاعت القبائل المصرية حاليا يعني 23 مليون مواطن في مصر تحت راية كلمة القبائل المصرية أو المجلس القومي للقبائل المصرية، ده يعتبر ثلث سكان مصر. ثلث سكان مصر ده أنا مش عايز يعني أخليها بنوع عنصرية أو بنوع، لأ، أنا عايز دول هم يعني فصيل من الكيان المصري ليه بعض الخصوصية عشان هو يعتبر صمام الأمان على الحدود. الناس دي لازم يكون يعني ليها دور. إحنا حاليا إيه اللي بنعمله حاليا؟ كل ما في الأمر نحن بنوصل الناس بالدولة، بنوصل القبائل العربية دي اللي على الحدود وعلى الأطراف بنحاول نوصل لها. نوصل لها ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلها. ليه؟ عشان خاطر في الآخر يبقى الانتماء والوطنية يكونوا هم حاسين بيها. احنا ايه كلمة صمام امان؟ ايه كلمة اطراف؟ ايه كلمة حدود؟ الناس دي ما حدش يعلم بيها تماما الا المخابرات الحربية وجهاز القوات المسلحة. صحيح. صحيح. فلذلك احنا الفترة اللي جاية ديت ان شاء الله احنا بنعمل فيه مجلس حكماء، ده بيحل المشاكل او النزاعات اللي بتكون بين القبائل ديت. مجلس الحكماء دهوت بيكون من مشايخ وعمد القبائل الحدوديه متخصصين في حل المشاكل. بنعمل برضو في لجان للمراه، لجان للشباب، عملنا برضو لجان التنميه. يعني مشروع تنميه حلايب وشلاتين في حاليا دلوقتي اكتر من مليون فدان هيتصلحوا في حلايب وشلاتين. هنعمل مينا برانيس، دي طبعا انت عارفها، دي تعتبر من المواني الهامه اللي احنا حاليا دلوقتي بنحاول المينا ديت نحاول نصلحها او نكبرها بحيث تكون هي المصدر بتاع التصدير في مصر في منطقه حلب وشلاتين. دور مشايخ المشايخ والعقلاء في حل المشاكل من اجل السلام الاجتماعي بين القبائل دي مهمه جدا، لانه المشايخ والقبائل زي ما تفضل سياده المستشار يمكن من اولى اولويات المجلس او اهتمام المجلس بانه يوفر السلام الاجتماعي داخل القبائل في كافه المحافظات، حل انهاء المشاكل. وهناك في القبائل موجودين ناس متخصصين في حل المشاكل. المشاكل الحقيقة المنتشرة ما بين العائلات وما بين القبائل هي في حاجة ماسة ليه ناس متخصصين يحلوا هذه المشاكل، حتى ينهوا المشاكل ما بين القبائل ما بين حتى يكون كله في اتجاه واحد من أجل عمل السلام الاجتماعي للقبائل العربية. طيب معنا تليفون ست لواء محمد عبد الفضيل شوشة كمحافظ شمال ومحافظ جنوب سيناء الأسبق. ألو. ألو. أيوة ست لواء، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بضيوفك. يعني معانا الشيخ عبد الله جهامه ومعانا المستشار عصام كمال الجهيني، وبنتكلم على هذا المجلس القومي لشؤون القبائل العربيه واهميته للقبائل العربيه ومسانده الدوله ليه ومساندته للدوله. يعني فكيف ترى حضرتك وحضرتك كنت يعني محافظ في منطقه يمكن هامه جدا، منطقه سيناء والشمال والجنوب، وهي منطقه حدوديه وحضرتك تعلم ما في سيناء من اهميه للمصريين وما فيها ايضا من بعض القلق او المشاكل. كيف يمكن التعاون ما بين الدوله بين هذا المجلس؟ لا هو طبعا يعني الوقت دلوقتي ملح جدا الى انشاء مثل هذا المجلس، مجلس القبائل العربيه، لان طبعا على جميع الست محافظات الحدوديه، هو مصر فيها ست محافظات حدودية مساحتهم تقريبا 77.7% من مساحة مصر بالكامل، فبالتالي لازم آلية تضبط أداء كل القبائل اللي موجودة على هذه الحدود. وأنا بقول أن أحد عناصر القوة الرئيسية في هذه المحافظات الحدودية هي القبائل اللي موجودة في هذه المنطقة، وهي بتعتبر النسق الرئيسي في الدفاع عن الحدود بالتعاون طبعا مع القوات المسلحة. وهناك منظومة كبيرة وآلية عمل بينها وبين القوات المسلحة وبين هذه القبائل. طب ست لواء، بس حتى أنا برضو عشان عايز أعرف الفرق ما بين قبل كده ودلوقتي، يعني المفروض ان هو كان بيتم التعاون مع القبائل، يعني طول عمرنا لما كنا بنتكلم على القبائل العربية دايما يعني المحافظين والدولة والقبائل يقول لك دايما في تعاون وبين القوات المسلحة وبين القبائل وبين الدولة. ايه الجديد؟ يعني ايه اللي ممكن يضيفه مجلس القومي لشؤون القبائل العربية؟ لا هو بصي، هو كان هناك تعاون ولكنه والشيخ عبد الله جهامة ضيف حضرتك عارف ده كويس قوي، كانت العلاقة او التعاون اللي كان موجود تعاون فردي،
فقط بينصب على مدى العلاقة اللي بين هذه القبيلة أو زعماء، بالأخص زعماء وشيوخ وعواقل هذه القبيلة، وبين القوات المسلحة ممثلة في حرس الحدود أو المخابرات الحربية أو خلافه، أيا كان عناصر القوات المسلحة اللي موجودة. فبرضو احنا عايزين تتحول هذه الآلية الفردية اللي بتعتمد على الاجتهاد الشخصي في العلاقة بين العناصر الأمنية، سواء كانت عناصر الأمنية بتاع القوات المسلحة بمختلف مستوياتها، وبين شيوخ وعواقل القبائل. فاحنا ما بنعمل مجلس بيضم كل العواقل وكل بيبقى كيان اكبر، يعني كيان اكبر بيخاطب الدوله او الدوله بتتعاون معاه، ويبقى في منظومه. ما هو كل حاجه صحيح. ما تتنظم بيبقى في منظومه معينه ممكن تتنظم من خلالها يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال ومحافظ جنوب سيناء. ايضا لو كان مدير ماسك المخابرات الحدود كان قائد قوات حرس الحدود، يعني عارف الحدود كلها اللي ست اللي هو، لكن هو مهم جدا فعلا بدل يكون التعاون فردي بشكل فردي، يعني انا بتعاون مع الشيخ عبد الله وبعدين بتعاون مع الشيخ محمد والشيخ بتعاون مع مجلس يضم كل القبائل، فيها ابناء القبائل العربيه، هم زي ما قلت هم النسيج هذا الشعب، منهم الضباط، منهم المهندسين، منهم الدكاتره، منهم المستشارين، منهم رؤساء محاكم القبائل العربيه. يعني أنا بس يعني عايز خليط هذا الخليط، لكن احنا بنرجع للقبائل اللي هي موجوده في جوف الصحراء وفي المنتشره في المدن، مش عايزين المدنيه حقيقه تزحف وتذوب بعض الاصول القبائل العربيه. القبائل العربيه منتشره وكبيره، وحقيقه يمكن القبائل العربيه فيها ميزه وعيب، يعني ميزتها انها بتتاثر بابنائها، يعني الحين وبتتباهى بماضيها. يعني عندنا مثلا في سيناء بعد نكسة 5 يونيو 67 كان هناك في محاولة لإيجاد فتنة، وعملوا مؤتمر الحسن الشهير لتدويل سيناء، وقفوا ابناء سيناء، كل ابناء سيناء شمال وجنوبها، ولقنوا المؤسسة العسكرية درس لن ينساهم ولن ينساه أبدا، حينما أعلنوا أن هذه الأرض أرض مصرية ونحن مصريين، ومن يتحدث عن هذه الأرض هو الزعيم جمال عبد الناصر. من يقول ذلك في فترة الاحتلال؟ أبناء يعني لهم ماضي مشرف. أيضا أخواننا في مطروح، احنا شفنا الضبع، كانت مشاكل الضبع ومشروع متعسر ومشروع، وكأن الناس في المطروح هم الواقفين، لكن الحقيقة بأسلوب هادي، ولما تأكد الناس في مصلحة عامة كل الناس قالت لا مشروع الضبع خلاص. أنا بس عايز أسأل سيادة المستشار، يعني يمكن رموز القبائل وشيوخ القبائل طبعا يعني دورهم واضح وفعال من زمان، يعني يمكن هذا المجلس بس هيعمل نوع من التنظيم، ولكن الكلام بقى عن الجيل الثاني والجيل الثالث، ودي دايما بتكون الكلام مع حينما نتحدث عن القبائل العربية بنتحدث عن هذه الأجيال اللي يمكن ما عاشتش الحروب وما عاصرتش التفاعل مع الجيش والانتماء الشديد للوطن، يمكن هم اللي شافوه ما يخليش يبقى عندهم هذا النوع من الانتماء، بل بالعكس يعني هو دايما كنا دايما عندنا مشكلة ان نقول انه، يعني انا اسفة في التعبير ولكن هذا ما قيل لي من كثير من ابناء القبائل، ان احنا بنحس ان احنا مواطن درجة تانية، ان انا ما عنديش حقوق كتير. في البعض منهم يعني طبعا بيعتبر ان دي مشاكل، ولكن يعني انتمائه يعني بيفضل عنده انتماء، ولكن في كتير ما عندهمش هذا الانتماء وممكن يعني يضحك عليهم. لا ما اعتقدش الكلام ده خالص. يعني اولا احنا عاملين في المجلس القومي حاجه اسمها توعيه للشباب، وتوعيه للمراه، وتوعيه برضو لجميع القبائل. لجنه التوعيه دي عباره عن احنا بنعمل حاجه اسمها لجان تثقيف. لجان التثقيف دي اهم حاجه فيها بس الروح الوطنيه. انت عارفه طبعا القبائل الحديه دي دايما او المناطق الحديه ديت دايما كان بيقول لك عليها اي شيء الارهاب بيدخل من الحدود، المخدرات بتدخل من الحدود، الحاجات دي كلها. احنا طبعا لذلك المجلس القومي دوره الرئيسي في الفتره الحاليه ديت ان هو ازاي يوصل للدوله او ازاي يوصل للقيادات السياسيه، لا القبائل ديت كان ليها دور في الماضي وما زال الدور مستمر في الوقت الحاضر. الحاجه الثانيه، احنا حاليا دلوقتي من اكثر الناس اللي في مصر اللي هي بتحارب الارهاب، واحنا ظهير شعبي هو يعني حاليا دلوقتي مكونين لجان شعبيه لمحاربه الارهاب في سيناء وفي مطروح وفي حلايب وشلاتين وفي الوادي الجديد وفي البحر الاحمر. ليه؟ عشان خاطر ما يقولوش انه القبائل دي هي اللي كانت بتساعد زمان الارهاب وهي اللي كانت بتساعد، لا ما حصلش الكلام ده خالص. والكلام ده هو يعني اخر مره، اخر حاجه مثلا حصلت اللي هي الحادثه اللي من حوالي يمكن شهر،
لما حصل بالخطأ أنه قتل أحد رجال القبائل بالخطأ عن طريق رجال الشرطة. بالعكس القبائل وقفت وقالت لا ده حادث وقع بالخطأ، والناس كلها احنا رحنا طبعا في العزاء. اول ناس كانت واقفه مين في بتاخد العزاء؟ المخابرات الحربيه ورجال القوات المسلحه كانت بتاخد العزاء في الشهيد المصري اللي هو كان في العالمين من الجنشات، قبيله اسمها الجنشات في مطروح. ده مش معناه ابدا انه ده بيؤكد انه القبائل المصريه لا، لها دور فاعل في الحرب ضد الارهاب، لها دور فاعل في استقرار وامن البلاد، لها دور فاعل في تربيه ابنائها على حب الوطن والانتماء حتى مهما كانوا مهما شافوه، يعني مهما اللي شافوه قبل كده. احنا في حمله اللي شافوه الاباء والاجداد. الاجداد الاباء والاجداد يعني يمكن زي ما بنقول الحروب الشيخ عبد الله او الحرب خلت شويه يعني هو لا شك كلام سيادتك كلام منطق. لابد ان الشباب اكيد بيعودوا لجذورهم ولعاداتهم وتقاليدهم الاصيله والثابته والشريفه التي تشرف كل شاب ان حينما يرجع الى كبار وعائلته. ويمكن اذا نظرنا الى اكتوبر وجيل اكتوبر، جيل اكتوبر الان يمكن من خلال الاعلام ومن خلال الكتب حاصل اكتوبر، لكن هنا في دور مهم جدا على الاعلام. الاعلام يمكن بينشط في وقت معين، وهي سواء في 25 ابريل او في 6 اكتوبر، فعلا الاعلام عليه دور كبير جدا. لكن القبائل العربيه من خلال الشباب، من اللجنة اللي تتكلم عنها سيادة المستشار هتقوم بتوعية للشباب. لابد أن هذه اللجنة، وفي اللجنة أعتقد أن احنا حطينا فيها ناس بتنسق مع الأزهر لتعليم الناس الدين الوسط السمح. اثنين، أن الشباب اللي حصل إذا شز البعض لا يقدح الجميع. لا نقول 22 مليون أنهم القبائل العربية كلهم، لا هتلاقي فيهم يعني زي ما قلت شريحة إذا شز البعض لا يقدح الجميع. ثم النقطة اللي تكلم عليها سيادة المستشار، لكن هي خطورته أنه هو مكانه يعني هو موجود على الحدود. أنا طبعا يعني أنا عارفة أنه هو يمكن يكون قلة قليلة، لكن إحنا برضه عشان نتكلم على مناطق حدودية وخاصة في سيناء، وخاصة أن هناك حرب دائرة هناك، وأنتوا لديكم المعلومات يعني يمكن مش لازم في السلاح مع قوات مسلحة، وأنت عندك المعلومة. هو سيادتك في جزء مهم جدا، إن إحنا بالنسبة للقبائل العربية، أنت بتتكلم على الولاء والانتماء. الولاء القبائل العربية كلها ولاء وانتماء للقوات المسلحة، ويمكن من خلال علاقتها من خلال مكاتب شؤون القبائل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في حوض الحدودية، هناك في علاقة قوية جدا. لكن طبعا إحنا لابد للدولة من خلال، وبالذات أنا بتكلم يعني الماضي، مش عايزين نرجع لورا. احنا شفنا قديه وتألمنا قديه من عدم التنميه في المحافظه الحدوديه، وكأن المراد او المقصود لا تتوفر اراده سياسيه لتنميه المحافظه الحدوديه. هذا شيء احنا يعني بدا الشك يحاورنا. لكن حقيقه بعد انتخاب السيد المشير عبد الفتاح السيسي وشفنا توجهاته، ولسه الراجل ما كملش العام، وشفنا توجهاته الايجابيه وخطواته الثابته من اجل المواطن المصري، هذا اعطتنا بصيص امل ان مناطقنا ستتنمى وان ابنائنا ستجد وظائف. احنا ما كناش بنجد وظائف، كنا بنجد الناس اللي تلقوش ميه، زي ما تكلم سياده الرئيس وقال الصرف الصحي في هناك قرى وتوابع القرى ما فيش فيها صرف صحي. يعني شوف الرجل بيهتم حتى بهذا. تمام. هذا شيء أسعدنا جدا، ونحن نعلم أنه إن شاء الله المستقبل بالنسبة لبناء مصر عامة، لا أقول القبائل بس، بناء مصر عامة إن شاء الله المستقبل بعون الله حيكون باهر، وإن احنا نعوض كنا مش الله. القبائل بس كنا نعوض التهميش ونعوض الفوضى ونعوض العدم جدية حتى في التعامل طبعاً. من كبار الوزراء للأسف في العهود الماضية. أكيد. لكن احنا المستقبل إن شاء الله باهر بالنسبة لنا جميعا كأبناء جمهورية مصر العربية إن شاء الله. طب سيادة المستشار، كيف كان رد فعل القبائل العربية تجاه مشروع قناة السويس؟ ويمكن مشروع قناة السويس يمكن كل ما يتكلموا عليه يقولوا إن هو يهم جدا أبناء سيناء يعني بالأخص، وأكيد المصريين بشكل عام. أولا الأرض اللي فيها اتحفرت قناة السويس دي أرض ملكية خاصة لأبناء سيناء، واسم طبعا الرجل، هذا الرجل العظيم اللي تبرع بهذه الأرض هو الشيخ سويلم حماد. احنا بنحييه وبنشكره على انه تبرع، قال بالعكس انتوا لو عايزين كمان اولاد من اولاد تتفضل بها مصر. دي اول كلمة قالت. ارض الضبعة ديت نفس الكلام برضو، دي بتبرع من اهالي مطروح، والناس دي ملكية خاصة برضو وتبرعوا بها. بالعكس احنا عندنا في يعني الناس عندها وطنية وعندها حس وطني عالي جدا جدا. القبائل المصرية عامة بتحب الزعامة، وعندها لما انت بتشكريها احسن من تديها
شيء مادي. يعني هو بيحب الشيء المعنوي. كرم عندها كرم يعني انه ممكن بتدي ارضه. انا مش عايز طبعا يعني اتكلم، لكن هو كان رد عشان فعل انا واحد من القبائل. كان رد فعل يعني الناس، يعني فعلا في ناس راحت بدات تشتغل فيه، يعني بدات اول ما بدأ اول ما بدأ وتحسي اول بدا اول بدا هو اول بدا سينا هي اللي بدات، وهم اللي قالوا احنا جايين. اول يوم راحوا فيه الناس قالوا احنا عايزين نشتغل ولو بدون اجر. صحيح. ولو بدون اجر، ده حس وطني كان فيها سينا. اهالي سينا على فكره من الناس اللي اتظلمت على مر التاريخ. يعني معلش زي ما قال الشيخ عبد الله جهامه، لما واحد مثلا يطلع مش كويس مش معناه انه الباقي مش كويس، لا، بيكون فرضه. اي قاعده لها شواذ، اي قاعده فيها شواذ. لكن اهالي ناس من القرون الماضيه حتى هذه اللحظه وهم اكثر الناس يجاهدون في سبيل هذا الوطن، يجاهدون بانفسهم وباموالهم. الناس بصراحة اللي احنا حتى بعد ما عملنا كذا مؤتمر لقينا انه سينا ومطروح وحلايب وشلاتين هم اكثر الناس اللي اشتغلوا معنا في الفترة اللي فاتت ديت. احنا كنا بنعمل مؤتمرات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة الانتخابات. اكتر ناس كانت بتيجي في قبل ميعادها بيوم، بتبات في القاهرة عشان تيجي بس وتقول للرئيس يا رئيس احنا معاك. هم بتوع مطروح، سينا، حلايب وشلاتين، البحر الاحمر، الوادي الجديد. هذا بالإضافة أبناء القاهرة وأبناء طبعاً. أكيد أنا أكيد أكيد أنا يعني الحقيقة الشيء المعروف طبعاً لا يعرف. صحيح. لكن صحيح. أنا بتكلم على المجهود اللي بيبذلوه. لأن الناس استشعرت أن هناك في أمل. لا وبرضه وفي حاجة أخطر من كده، معلش أنا بحب أنوه عليها. المنطقة اللي احنا عايشين فيها حاليا وبالذات الأماكن زي ليبيا وزي سوريا وزي العراق وزي السودان وتقسيمها اللي حاصل في المنطقة دي الآن بيحط فينا شيء من اللي هو لازم كل واحد فينا يتحمل المسؤولية عشان نخاف على مصر. الإصرار. عشان نخاف على مصر في الفترة دي. الإصرار. أنا بشكركم شكرا جزيلا ونورتونا وشرفتونا ويعني إن شاء الله بنشوف المناطق دي. ومنأكد مجلس القبائل ده بعون الله سيكون داعم للأجهزة التنفيذية وحيخدم كل أبناء القبائل الموجودين سواء في الدلتا أو هيخدم مصر كلها. ونشوف المناطق الحدودية مناطق فيها تنمية ومناطق تنموية ومناطق يعني سينا نفسنا نشوفها زي المفروض ان احنا نشوفها ان شاء الله يعني باذن الله. واكيد صعيد مصر كمان ان شاء الله باذن الله طبعا اكيد صحاب وانا وبني سويف والمنيا وكل الاماكن. انا عايزه الناس تدخل على بجد جوجل يا جماعه في النت ولا حاجه على صور المناطق حلايب وشلاتين دي، يعني حقيقي يعني جنه. لكن احنا بنروح اخر الشارع وبنرجع بقول لك اصل المشوار طويل. يعني احنا بلدنا جميله. انا استعملت دلوقتي على موضوع محور قناه السويس والـ4 مليون فدان اللي هيتم زراعتهم. لكن انا بارجو من سياده الرئيس ومن وزير الوزراء رئيس الوزراء ومن وزير الزراعه ان يهتم بثلاث محاصيل رئيسيه: القطن والذره والقمح. لا ان شاء الله تكون عندنا يعني عندنا ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. الشيخ عبد الله جهامه نائب رئيس مجلس القومي لشؤون القبائل المصريه ورئيس جمعيه مجاهدي سيناء، والمستشار عصام كمال الجهيني الامين العام للمجلس، شكرا جزيلا. ومصر بقاهرتها بسينتها بصعيدها بمطروحها بحلايب وشلاتين هتفضل ان شاء الله قويه بابنائها كلهم لان كلنا مصريين. بعد الفاصل شريف وموضوع الطاقه.